الفرقة اتنشأت عام 2003 من مجموعة من العازفين والمطربين والراقصين وعازف الربابة وطاحن البن. الفرقة بدأت نشاطها داخل مصر بجولات وبعض المهرجانات الداخلية، ثم انطلقت إلى العالمية من خلال جولة في إنجلترا. ومن خلال إنجلترا مهرجان وومد ترشحت فرقة الجيركن للاشتراك في مهرجان وومد في أستراليا ونيوزيلندا، واشتركت من خلالهم في مهرجان وومكس للموسيقى الشعبية على مستوى العالم في أسبانيا. طبعا في الفترة السابقة كانت اللهم صل على النبي منع التجوال كان من 5 مساء لثاني يوم 6-7 صباحا، ما كانت عدلت بعدها بالفترة الثانية صارت من 7 مساء لستة صباحا. حاليا الحمد لله بعد الوضع ما صار يعني أحسن من الأول الحمد لله، صار الحظر من الساعة 1 بالليل لـ5 صباحا. ففي وقت عندنا يعني نجمع مع بعضينا نعمل بروفا نعمل حفلة للجيركن. يا متعوافي على حبها بلدي أنا سيناي ناس بلدي مصري ناس وطني وبلدي مصري ناس بلدي. من احنا في زمان كان افراح البدو ما فيهاش قاعات ما فيهاش كف، بس احنا اكتشفنا الجيرك ده، وطبعا الحاجات دي فضلت من خلال الحرب مخلفات حرب. فطبعا احنا جابوه طنقروا عليه لقوا صوته جميل ولفوه في الاول قبل الالات الموسيقيه مع الكف، احنا بقى ولفناه مع الالات الموسيقيه وصار اله اساسيه بالنسبه للفرقه، واله يعني احنا اعتبرناها انه هي كانت اله حرب بس احنا حولناها الى اله طرب وسلام بدل ما هي حرب. احنا مش عايزين حرب صراحه، احنا عايزين نعيش في سلام وامان بامان ربنا. اشتغلوا هناك في النحت. يعني ايه النحت؟ يعني ده رايح فرح أحد معاه ده الأخدين دول مع بعض وحاجات زي التكوينة دي. التكوينة ده كان العبد لله يعني ومركز المصطبة بفكرة ان احنا ازاي نجيب مجموعة تعبر عن موسيقى سينا من خلال انهم ينضموا مع بعض ويعملوا شغل باسم الجيركن. الكمائن بقت منتشرة بشكل كبير، يعني كان مثلا احنا مرينا من ساعة من اول ما طلعنا من العريش لغاية ما وصلنا المعدية في الانطرة حوالي من سبعة لثمان كمائن. وطبعا في تفتيش مثلا على التحية الشخصية، على الشنط اللي معاك، على المعدات اللي معاك، في كل كمين نفس الكلام. فبتلاقي برضو في اختناق مروري قبل الكمين، فبتضطر تستنى يعني ما يقرب من نص ساعة حسب عدد العربيات اللي واقفة، إضافة إن الجو حر. فكونك عامل نفسك توصل تتم حفل السباق توصل مثلا في ساعة معينة صعب. الوقت لو كان بياخد في المعدل الطبيعي 4 ساعات من العريش لغاية هنا ممكن يوصل لـ6 ساعات 7 ساعات حسب ظروف تفتيش الكمين والمعدية كمان.